ومشاهدينا حتى نتحدث عن موضوع بناء العضلات بدون اللجوء إلى الهرمونات وشلون نقدر نبني العضلات بعد سن الأربعين. ويانا بالاستوديو الكابتن بلند حتى نتحدث وياه أكثر بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحك كابتن. يسعد صباحك كابتن. صباح الخير. أهلا مرحبا بيك. شلونكم؟ الحمد لله. أهلا بيك كابتن. اليوم أي شاب حاب يدخل للجيم ويبني عضلات أول شيء يبدي بي أو يسوي شنو؟ طبعا هذا شيء يعني كلش هذا نشوفه بالحياه اليوميه كلش مهم نحكي عليه ولازم احنا يعني نقول لكل الشباب اول شيء لا يستعجلون بهاي الشغله لا, لا لا يروحون مثلا يعني يكونون تحت اشاد مدرب هو عنده خبره مو مدرب ابتدائي مدرب عنده خبره بهذا الموضوع ينطيه برنامج رياضي حسب اللي هو يريده ما يخلي بنفسه برامج وما ما 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 ما, ما, ما يعني ما يروح السبلمنت والشغلات الهرمونيه من نفسه ف لازم يكون عنده تحت اشراف المدرب البرنامج والبرنامج الغذائي هنا خاصه كبدايه الرياضيين يكون كلش مهم للنهايه همنا بس كبدايه تبلج بالنظام الغذائي كلش مهم يتبعون نظام غذائي صحي ومو دايت يعني ما نحكي على الدايت احنا نظام غذائي صحي هو يتمرن يحتاج اكثر من الشخص العادي اللي ياكله باليوم من بروتينات ومن فيتامينات فيراعي هاي الشغلات اول شيء لان يعني الرياضه بلا الغذاء وبلا تغذيه صحيحه يؤدي الى انهدام العضلات يؤدي الى عدم النتائج ويؤدي الى اصابات ويؤدي الى امراض اكيد. نعم. طيب كابتن يمكن احنا اليوم حمينا بدنا نحكي على موضوع هو مهم جدا انه الرياضه بعد سن الأربعين انه انا شلون اقدر ابني عضلاتي. اكو هوايه من الاشخاص يقولون انت مثلا صرت 40 سنه هسه بدك تروح للجيم اكيد ما راح تقدر تبني عضلات بسهوله وراح يكون الموضوع كلش صعب. هذا الموضوع هو سهل او صعب؟ هو كبناء العضلات طبعا نقدر اي وقت نبني العضلات هذا الشيء يعني اي واحد يقدر يبني العضلات. نعم. العضلات مو بالعمر بس. نعم. هنا يختلف الشغله بين بناء العضلات وبين السن يعني واحد يبلش من سن الصغر طبعا عنده ميتابوليزم وعنده افراز هرمونات بالجسم اكثر فيبني عضلات اكثر. صح. والطاقه والقوه البدنيه تكون اكثر فعلا ينزل. خاصة يعني تعرف كابتن همين يكون مثلا اكو ترهل يمكن الشخص ما يكون عنده طاقة نفسها اللي يكون مثلا بشبابه. صحيح فعلا. فينزل شوية انتاج الهرمون بالجسم طبعا يقل اكيد بالنسبة بالرغم هذا لا يمنع عن بناء العضلات يبني بصورة ابطأ بس ماكو مشكلة بس يبني العضلات ويقدر يتمرن نفس التمارين ما عنده مشكلة. طيب كابتن اليوم انت ذكرت يعني نقاط كلش مهمة. اليوم احنا اذا الشاب يريد انه يبني عضلات بالرياضة فقط شلون؟ شنو انواع الرياضات اللي انت تقولون حتى هو بس بدون الهرمونات وبدون هو الطريقه الرياضه صحيحه او هو الهدف اول شيء انت تريد تكبر العضله تكبر الجسم لو تبقي العضله نفسها بس تقوي العضله لو تريد تنقص وزن. نعم. فهذا كل شيء عنده برنامج خاص تبع اللاعب. لزياده الكتله العضليه بالجسم احنا نحتاج نظام غذائي اول شيء بالبدايه هذا اول اي نظام غذائي البي نروح على الرياضه. الرياضه تساعد على زياده الكتله العضليه تساعد ولكن لا تبني هي البروتين الاكل الصحي نظام الغذاء الصحي الجسم يحتاج فاني مثلا كل شخص يحتاج من تقريبا 1.8 الى 2.2 غرام بروتين باليوم حسب وزنه الكيلوغرام ماله مثلا انا وزني خلينا نقول 90 احتاج ما يقارب 180 غرام بروتين باليوم اللي اخذه من الاكل. نعم. من الصباح والظهر بالليل فشنو الاكل الاكل عندك تاكل تكون نسبه بروتين بي حتى انت تقدر تبني عضلات. نعم. لو زيت العضله الكتله العضليه بالجسم اذا ما تريد تزيد لازم يكون اقل شوي من هاي الكميه فهنا البروتين والاكل الصحي والفيتامينات ويا الرياضه تبني عضلات كلش زينه بطريقه كلش صحيه وعضله وشكل العضله والجسم والصحه تكون كلش 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 زينه. نعم. طيب كابتن الاشخاص اللي يكون عندهم وزن زايد ويكون عندهم دهون هوايه هل يقدرون مثلا يتمرنون حتى راسا يكبرون العضله ولازم اول شيء مثلا يسوون تمارين حتى ينقصون الدهون او يتخلصون من كل الدهون وبعدين يقدرون يبنون عضلاتهم؟ هو هاي الشغلتين يعني مو يعني مو نفس الشيء. نعم. بناء العضلات وحرق الدهون يصيب نفس الوقت لما تكون انت متبع حميه دايت لنقص الدهون عندك فات زايد. نعم. وبنفس الوقت الحميه مالك ما تكون ناقصه من الفيتامينات والبروتينات حتى تقدر تبني العضلات بها فهذا الشيء يصير طبعا اكيد. طيب كابتن احنا قلنا على العمر المعين الاشخاص اللي عمرهم خلينا نقول 40 وفوق
هنا اذا هم يحبون يبنون عضلات، هل ممكن بهالعمر بسهوله يقدرون يبنون العضلات لو يلاقون صعوبه؟ يعني هو نفس الشيء، الاكل مثل ما قلنا الاكل تبني العضله، زيد الكتله العضليه. احنا 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 او اول شيء كان زيد الكتله العضليه طبعا بالاجهزه بالتمارين، ما يصير اول شيء بلا غذاء، يكون عندك اكل صحي، ويكون عندك برنامج ما سيما كان اوزان حره، لا سيما كان اجهزه الات تقدر تبني عضلات، ونفس الوقت عندك اكل صحي وحسب الجسم اللي مثلا قلنا، حسب انت كم جسمك انت كم كيلوغرام، حسب هذا الكيلوغرام تاخذ من بروتينات والمعادن والفيتامينات اللي يحتاج الجسم. نعم. اذا نقص بهاي الشغلات طبعا لو مو بس 40 حتى اقل من 40 ما يقدر يبني عضلات. نعم. طيب كابتن، شنو اكثر التمارين الرياضيه اللي تبني العضلات؟ هو تمارين سترينث، خلينا نقول تمارين القوه، تمارين يكون التمارين الاوزان الحره وتمارين الالات المشين، هي اكثر شيء الواحد يستفيد منه لبناء العضلات. واكو تمارين اخرى، البادي ويت والتمارين الكارديو هم يعني تقوي العضلات وتبني شويه عضلات، لكن الطريقه الاكثر افكتيف اكثر قوه هي تمارين سترينث ترينينج، الاوزان الحره آلات. طبعا الوزن لازم يكون تدريجيا شويه شويه، صح؟ اكيد اكيد اكيد، لان يعني خاصه الاوزان الحره بريسك هوايه، بريسك الاصابات كلش سريع، مو مثل الالات. الاله عند جهه واحده تشتغل، الوزن الحر انت تشغله نفسك. نعم. فما يكون عنده هوايه توازن، فلازم تبلش حتى تكون تكنيكك كلش مضبوط، تبلش بالاوزان تدريجيا تصعد فيه. حلو. نعم. طيب كابتن، اليوم الشخص اللي يريد ياخذ هرمونات، شو وقت يلجأ للهرمونات؟ هو ما يلجأ أحسن إذا ما عنده مشكلة بتنظيم الهرمونات، وإنه عنده نقص بالهرمون. طبعا هذا يكون وراء الفحوصات، وراء الفحص الدكتور. الفحوصات الهرمونية تكون طريق الدم لهم طريق البول، يعني خلينا نقول هاي تنطيك الفحوصات مال الهرمونات اللي شنو عندك نقص به. عندك نقص الدكتور لازم ينصح، هو يحدد طبعا، يحدد لك بأي هرمون أنت نقص عندك، وتأخذ حسب جرعة الدكتور اللي خلاك، ما يكون زائد لازم. لان اذا انت ما عندك مشكله بالجسم ومسوي فحوصات وهرموناتك كلها منتظمه، يعني خلينا نقول تسوي مخاطره بجسمك، تسوي ريسك بجسمك. شوف اللاعبين كلهم اللي يدخلون حتى البطولات العالميه، خلينا نقول اكبر البطولات، الواحد منهم المستر اولمبيا. نعم. هم اذا تحكي وياهم يقولون اني اسوي ريسك بحياتي، اني اسوي يعني مخاطره بحياتي. لما استعمل الهرمون اشوف حتى هذول انهم هذا الحجم وهذه الخبره وكم سنه يتمرنون وشون تمرين، يعني حياتهم بس هاي. نعم. هاي شغلتهم هم، يعني يعيشون على هاي، فيكونون احنا نسوي مخاطره بحياتنا لما نرجع على الاستيرويد والهرمونات. اكيد. فالشخص اللي مو شغلته هاي وما عنده بطولات وما ما يشرب هذا المجال، عنده غير شغله، يجي بس يريد جسم حلو عضل، يريد جسم صحي، يريد لياقه قويه يقوي جسمه، اذا يلجا للهرمونات يعني تكون كلش كلش مخاطره بحياته يسوي. نعم. طيب كابتن، احنا نعرف الاشخاص اللي يروحون للجيم ويكون عندهم عضلات، حتى اذا تركوا يعني ممكن يرجع جسمهم شيء بسيط لورا، بس ما يتخلصون من كل عضلاتهم، يعني يبقى خلينا نقول عندهم جسم حلو. بس الاشخاص اللي ياخذون الهرمونات في حال انه هم اصلا دا ياخذون الهرمون فجسمهم دا يصير بهالطريقه، في حال تركوا الجيم وتركوا الهرمونات ممكن يرجع جسمهم مثل قبل يعني؟ يعني ينزل مثلا. نعم. ما يبقى الكتله العضليه. طبعا شوفي، هو اكو طريق مختصر واكو طريق طويل. أي. الطريق المختصر طبعا نهايته ماله كلش قصيره. أي. اكيد يخلص. شوف مثلا ان خلينا نقول عماره، صح. اذا الاساس مال العماره مو قوي، مو اساس العماره توقع باي شيء مثلا. أكيد. اي زلزال. فنفس الشيء جسم، نفس الشيء اذا الاساس مال جسم مو قوي، ما تبدي بطريقه صحيه بطريقه قويه، فاكيد اكيد اكيد الجسم هذا ينهار ويزول بطريقه سريعه. اكيد فعلا. طبعا كابتن بوند كالعاده انت اعطيتنا معلومات جدا قيمه، وشكرا لوجودك ويانا. شكرا لك، شكرا، نورتنا. شكرا.